أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة. نحن في الجمعة 39 بعد المئة بتقويم الحراك الشعبية السلمية الوطنية الذي تواصل السلطة حملتها القمعية والانتقامية ضد ناشطيها السلميين بالمتابعات والتضييقات والاعتقالات التي تفوق 220 بينهم 4 نساء. آخر من صدر في حقهم حكم بسنة سجن نافذة علي درار الناشط المعروف في جيجل والتماس 10 سنوات للناشط في أضرار محاد قاسمي، مما أثار طبعا الكثير من التساؤلات عن هذا الهوس وعن هذا الانتقام حتى بالحراك وبناشطيه. 10 سنوات التماس لمحاد قاسمي الناشط السلمي المدافع عن خيرات الجزائريين، وسنة سجن نافذ لعلي درار الناشط السلمي الذي يعبر بسلمية عن رأيه، الذي عندما خرج ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة كان من كان يطبل وكان من كان يشيت لبوتفليقة، وهم يتصدرون المشهد الآن بينما علي درار في السجن وأيضا محاد قاسمي وعشرات من ناشطي الحراك بالمئات وألاف حتى، من إذا أخذنا بعين الاعتبار كل الذين توبعوا وتعرضوا للرقابة القضائية. يحدث ما يحدث في مقابل وقفة للجالية الجزائرية في أوروبا في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي للتضامن مع الحراك ومع ناشطيه. من جانب آخر على صعيد متصل في مقال لافت في مجلة فورم بوليسي الأمريكية، يؤكد المقال الصادر في هذه المجلة الأمريكية الشهيرة المعروفة بقربها من دوائر القرار في الولايات المتحدة، يؤكد المقال على حجة الحراك في التغيير المطلوب في الجزائر. وجاء المقال بعنوان مثير: الجزائر بحاجة لتحرير ثان هذه المرة من حكامها العجزة. شاء في مقال بمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الجزائر بحاجة لتحرير ثاني هذه المرة من حكامها المستبدين المسنين. أكد الكاتب أن حكم بوتفليقة البائس مثل الضربة الأخيرة لما تبقى من الشرعية التي زعم النظام الجزائري الغامض أنه يملكها، وأنه منذ سقوط بوتفليقة لم يستطع حكام البلد إعطاء مظهر الاستقرار الذي اعتمدوا عليه في العهود الماضية لتقديم صورة عن حكم قوي. وتحدث المقال عن حجة الحراك القوية في التغيير بعد إسقاط العهدة الخامسة ورفض النخبة العسكرية التي تحكم البلاد منذ الاستقلال. وقال الكاتب أنه منذ عام 2019 رفض معظم الجزائريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على الدستور، ورفضوا منح النظام الشرعية. وأكد أنه لعدم قدرته على فرض شخص مدني ليكون واجهة للحكم، وجد الجيش لعبة أخرى وهي تحميل قوى خارجية مسؤولية مؤامرة لزعزعة استقرار البلد. وقال إنه نظرا لانشغال النخبة السياسية والعسكرية الحاكمة في الجزائر بخلافاتها، فإنها لم تسمح للبلد باستثمار مصادر الثروة التي يمتلكها ولا موقعه الجغرافي المهم. وقد شدد الكاتب على أن جنرالات الجيش والمخابرات والحكام العجزة حرموا الجزائر ولوقت طويل من التقدم، وأن هناك غضب شعبي كبير ووضع اقتصادي صعب. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من واشنطن الباحث المختص في النزاعات حميد للو، من تلمسان عبر خدمة سكايب فالحمودي الناشط الحقوقي. حميد للو، لو بدأنا معك، كيف تقرأ هذا المقال اللافت وهذا العنوان المثير في فورن بوليسي: الجزائر بحاجة إلى تحرير ثاني هذه المرة من حكامها المسنين أو العجز؟
شكرا على الاستضافة أخ جمال، والسلام عليكم للحضور والمتتبعين الكرام. قرأت هذا المقال مرارا وتكرارا، وقرأته بالإنجليزي حتى أتعمق في فهم الموضوع. أول فكرة جاءت في رأسي هو فكرني بماكرون، يعني هم استعملوا أسلوب، ربما هذا الكاتب استعمل أسلوب يختلف شيئا ما. وكما أكدت أن Foreign Policy هي Think Tank، هي معهد أمريكي الذي منه تصدر أفكار لصناع القرارات في أمريكا، منها CSIS، ويلسون سنتر، كارنيجي وإلى آخره. فإذا هون نشوف أن فيه فكرة فرنسا وأمريكا والغرب فكرة واحدة. الآن عندهم تموقع جديد، عندهم ربما طريقة حتى يقتربوا من ما يجري فيه في المنطقة، هي مش الجزائر وحدها، الجزائر، منطقة الساحل، منطقة شمال إفريقيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط. فإذا لا أرى اختلاف بين ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون والكاتب أو المحلل الأمريكي، يتكلم عن فقدان شرعية النظام، على العجز، على أن جاء حان وقت للتغيير، التغيير الحقيقي. وربما أين تكون فيه بعض الاختلاف بين وجهة نظر ماكرون وأمريكا، أو ربما هذا هو أن رغم كل ما قاله ماكرون لم يقل شيئا ضد طبون وأتباع طبون. ماكرون تكلم عن العجز، عن الجيش، على من الذين هم قد استنكرهم الحراك، نفس الناس هم الذين يقومون بعقبات ضد طبون الذي ادعى أنه يمثل الحراك المبارك كما سماه طبون. فأنا لما قرأت هذا المقال فكرني بما قاله ماكرون. وأيضا القضية هي أن كل ما تفعله الحكومات الأجنبية خاصة الغربية فيها تخطيطات، فيها حسابات. الرئيس ماكرون أو المقال الذي خرج هنا بواشنطن خرج لأسباب معينة، فيه استراتيجية، هم يجهزون لربما تغيير سيحصل في الجزائر. وخير دليل هو أن هذا يتزامن مع كثير من المناسبات في الجزائر، مع أكتوبر 17 1961، مع حرب التحرير نوفمبر الفاتح نوفمبر، مع أيضا الانتخابات المحلية، خاصة أن الانتخابات المحلية معروفة عن الأنظمة المستبدة التي تستعمل الانتخابات المحلية، معناته الممثلين المحليين في المونسيباليتي هذو كمستوى أخفض يمثل النظام، فلهذا يستعملونه كجدار بين الشعب الغاضب والنخبة الحاكمة التي هي في المستوى الأعلى. فلهذا الآن أنا أظن كل هذه الأمور، التحركات الجيوستراتيجية في المنطقة، الانتخابات التي نحن نقدم إليها، وتصريحات ماكرون، والآن هذا المقال في واشنطن، كله يدخل في نفس الإطار. طيب، لكن ما دلالات هذا التعبير؟ يعني ألجيريا needs a second liberation، يعني الجزائر تحتاج إلى تحرير ثاني، يعني الإحالة إلى التحرير الأول هو حرب التحرير، الاحتلال الفرنسي this time from its aged rulers، هذه المرة من حكامها المسنين أو الهرمين أو العجزة، اختر ما شئت من الترجمة، يعني أن يتم استعمال هكذا تعبير. طبعا
قد يغضب هذا السلطات الجزائرية. نعم يستعملون هذا التعبير تحرير ثاني، يعني وكان الجزائر ما زالت ترزخ وليست محررة وتحتاج إلى تحرير ثاني. نعم يستعملون لهجة قوية، ولا ننسى أن نحن الآن ندخل في وقت وين عهدة بايدن تقترب من نصف العهدة. في أمريكا نصف العهدة يعني عندها وزن سياسي قوي، والسياسة الداخلية الأمريكية لا فرق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فما يفعلونه في الداخل عنده تأثير على ما يفعلونه في الخارج، والعكس بالعكس صحيح. الخطوة الأخرى اللي استعملها الإدارة هو أنها رجعت إلى كعضو في أمنيستي انترناشونال للخروج منها ترامب، والآن الإدارة تاع بايدن تدخل فيها. فهذا التموقع يدخل في التموقع التي تكلمنا عليه، لأنه أيضا الصين وروسيا عادت بقوة في المنطقة. روسيا عن طريق فاغنر المرتزقة الذين دخلوا منطقة شمال مالي، وفيه مقالات تكتب هنا وهناك وتقارير على أن الجزائر ربما عندها شيء مع هذا المجموعة. الخارجية الجزائرية نفت ذلك نفيا قاطعا، واتهمت وسيلتين إعلاميتين، قالت أنه واحدة محسوبة على المخابرات الخارجية الفرنسية، ومديرها السفير السابق لفرنسا في الجزائر، وموقع آخر محسوب على عرابي دولة الجارة في الإشارة إلى المغرب، موقع نيكولا بو وموقع عبد الصمار، واتهامات بأنه فبركات فقط ولا أساس لهذا الكلام. ولا الجزائر، السلطات الجزائرية لا تمول أي ميليشيا أو مرتزقة، وهذا من حق السلطات الجزائرية أن تنكر ما حتى 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 تأتي هذه الأطراف بدليل قاطع أن الجزائر عندها شيء من بعيد وقريب مع هذه الجماعات. لكن حتى من قضية الروس، حتى بوتين من نفسه يقول أنا لا علاقة لي مع هذا المرتزقة، لا أعرفهم ولا هم من الروس، وكل يعرف أن هذا مجموعة فاغنر ممونة من رجال أعمال روس الذين يؤيدون النظام الروسي. يعني يتهم طباخ بوتين بأنه هو الذي يشرف عليها كما يوصف. نعم يقولون أنه عن طريق رجال أعمال الأوليغاركيا التي هي الآن مسيطرة على روسيا، والتي تمون بوتين، والتي تستفيد من صفقات حكومية كما كان يفعله نظام بوتفليقة، وكما يفعله النظام الجزائري حاليا، يعني الأوليغاركية هذه. فإذا هذه التحركات، هذا التحليل خلينا أنه هذه التحركات من جانب الأمريكي والجانب الفرنسي، هذا ردة فعل ربما لما يجري في الساحل، تحركات روسيا وتحركات الصين التي يقال أنها تمون الجزائر أكثر وأكثر، وأنها ربما ستسترجع منجم غارج بلاد في ضواحي تندوف، وأن الآن الجزائر، أنا أقول أن النظام محاصر من جهتين، الجهة الروسية الصينية التي تأتي بقوة، قوة عسكرية وقوة اقتصادية ومالية، ومن جهة أخرى فرنسا التي تريد أن تؤكد على هيمنتها وعلى سيطرتها التاريخية. ونعطيك فكرة ثانية، أنا كنت فكرت في قضية التحولات والتحركات تاع ماكرون، فكرتني بتحولات شيراك في 1995 أو 94 لما كان يقوي لهجته ضد اليهود وإسرائيل إلى آخره، وفترة قليلة بعدها اعترف بجرائم فرنسا ضد اليهود عن طريق حكومة ربما لكي في السياسة. هذا التصعيد ينجب شيء آخر، وأنا أتوقع مع هذا المناسبات التي تأتي في أكتوبر هذا، أتوقع أن الحكومة الفرنسية وأن النظام الجزائري سيحتفلان سوايا في مناسبة هذه أكتوبر 1961، وأن
عن طريق هذا فرنسا ستعتذر شيئا ما لما فعلته مؤخرا، وهذا سيخدم لصالح تبون وأتباعه، حتى يقولوا أن شفتوا هذا الرجولة، رجولة تبون، وهذا بفضل تبون ركع فرنسا، والآن فرنسا يعني تطلب السماح من الجزائر. طيب ابقى معنا، ابقى معنا حميد للو. فالح حمودي ما رأيك هذا المقال؟ فالح حمودي يرى أنه طبعا المجلة محسوبة على دوائر نافذة في الولايات المتحدة وصوتها مسموع، ويقول أنه ربما يدخل في إطار تموقعات، ولكن ألا يمكن اعتباره مقال، مقال رأي في المقابل ربما وجهة نظر أخرى لكاتب متابع فرانسيسكو سيرانو، متابع للشأن في شمال إفريقيا عموما، وربما هذه الفكرة حتى يمكن أن تستوحى فكرة تحرير ثاني الجزائر من شعار الحراك الشعب يريد استقلال. وفي المقال طبعا إشارة إلى الحراك وإلى حوشج الحراك في التغيير في الجزائر. أولا السلام عليكم وسلام على ضيف الكريم وعلى كل مشاهدي المغاربية. قبل هذا خليني ندد بالتضييقات اللي راها تسلط على 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 النشطاء والناشطات في الجزائر، ومنها الحكم الأخير على الأخ علي ضرار بسنة سجن نافذة، وكذلك بالنسبة لقاسم الذي محد قسمي سناتي إليهم في الجزء المقبل من الحسمة. المهم نحن نندد بهذا بهذه التسلطات. بالنسبة لمقولة المجلة الأمريكية، أولا صحيح نحن لا نعرف لأي تيار تنتمي هذه المجلة، أنت قلت بأنها تنتمي إلى تيار نافذ في أمريكا. لا هي مجلة مستقلة ولكن لها سمعة، مجلة رصينة، يعني مجلة مرجع بالنسبة للسياسة الخارجية، وعنوانها أصلا فورم بوليسي، السياسة الخارجية، يعني واحد من المراجع بالنسبة في الولايات المتحدة بالنسبة للسياسة الخارجية وحتى في العالم. صحيح، لكن الإعلام الأمريكي ما يتكلمش هكذا من العدم، وخاصة لدولة كالجزائر هي بعيدة نوعا ما عن أمريكا وعن الإعلام في أمريكا. وكما قال الأخ، كل ما جاء في هذه المجلة هو يصب في ما قاله هو في تصريحات ماكرون، إلا أن هذه المجلة هي أعطت أكثر تفاصيل على ما يجري في الجزائر. أما فيما يتعلق بالعنوان اللي هو الجزائر بحاجة إلى تحرير ثاني، أعتقد أن كل الجزائريين كانوا طالبوا وكانوا تكلموا على هذا الأمر، وقالوا بأن بعد تحرير الأرض لا بد من تحرير الإنسان في الجزائر. ربما هذا هو المفهوم اللي جاء في هذا المجلة، وهذا المفهوم وهذه التصريحات اللي جت على لسان ماكرون وعلى لسان هذا الصحفي، هي أتت أو كانت تصريحات كلها من طرف الجزائريين والجزائريات في الجزائر وخارج الجزائر طبعا. والجزائريين والجزائريات هم اللي قالوا بلي أن الجزائر في حاجة إلى تحرير ثاني، تحرير الإنسان بعدما تحررت الأرض في الجزائر. وكذلك كما قال الأخ، هي كذلك ربما هناك عملية جيوستراتيجية ما بين الدول الكبرى لشمال إفريقيا وكذلك في المشرق العربي والمشرق والمغرب. نظن باللي أن هناك تغيير ما على مستوى الدول الغرب على اللي ما يجري في الجزائر وفي طيب. دول في مقابل طبعا تبون يقول علاقتنا جيدة مع الولايات المتحدة، استقبل قائد الأفريكوم مؤخرا، علاقات الولايات المتحدة وفرنسا بالعكس هي المضطربة، لا ليس هناك تلاقي في المصالح. قد في الرأي الآخر تبون يقول أنه حتى العلاقات جيدة تاريخية مع أمريكا، إلى درجة أن جورج واشنطن أعطى زوج كوابس الأمير عبد القادر. طبعا وأنت تعرف فرق سنوات بين وفاة جورج واشنطن وميلاد الأمير عبد القادر.
لا، ربما تصريح تبون هو تصريح سياسي اكثر منه تصريح اخر، لكن احنا نتكلم بمفهوم الميدان، بمفهوم الواقعيه اللي نعيشوها في الجزائر. واعتقد ان حتى السفيره الامريكيه لم تلتحق بالجزائر، لست متاكد من المعلومه، وهذا الشيء ربما يطرح كذلك تساؤلات. قلت باللي ان العمل الجيو استراتيجي للدول الغرب هو لا يهتم بتصريحات الرؤساء او تصريحات القائمين على الحكم. والدليل اليوم في هذه المجله هم قالوا بان القائمين على الحكم الجزائر هم عجزه، وهذا قلناه، وهذا الجزائريين قالوه منذ مده، لكن اليوم الراي الدولي، والراي الدولي لما يتكلم ما يتكلمش من فراغ، لان هناك نظن على حسب ما اعتقد هناك تغيير في السياسه الغرب حول كل الدول، سواء في المشرق او في المغرب. لماذا؟ لان ما ننساوش باللي ان هناك ظاهره الحراقه اللي هي ظاهره سيطر كثير وتأثر كثير على المجال السياسي والاقتصادي في كل العالم. ما ننساوش باللي الجزائر هي من اول الدول المصدره للحراقه، سواء في اوروبا او غير اوروبا، وهذا كذلك يشكل ربما خطر على طيب يبقى معنا فالح حمودي، لو سمحت نذهب الان الى بروكسل، وهذه وقفة تضامنية جزائريو أوروبا، الجالية الجزائرية في أوروبا تنقلوا من مناطق عدة في أوروبا إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي عاصمة بلجيكا، تضامنا مع الحراك ومع ناشطي الحراك. من إسبانيا إلى الجزائر. إذن ها هي الجالية الجزائرية كما وعدتكم كل مرة تقف مع الحراك وتقف مع المطالب المشروعة للحراك، وكذلك تندد وتساند الحراك الذي هو المخرج الوحيد للأزمة ولاسترجاع الوطن المنهوب الجزائر. نعم، الوطن المنهوب هنا، الوطن المنهوب الجزائري الذي اغتصبته العصابة واغتصبه الحكم العسكر، وها هو الشعب يخرج والجالية الجزائرية تخرج للتنديد مرة أخرى. دولة مدنية ماشي من الآخر، وتطالب بالدولة. معنا من بروكسل مينا والي الناشطة في الجالية. مينا والي، لو وضعتنا في صورة هذه المسيرة وهذه الوقفة للجالية في بروكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييك أخي، أحيي ضيوفك الكرام، أحيي مشاهدي الكرام، وكذلك أحيي أفراد الجالية اللي جاوا اليوم من فرنسا. تحية تقدير، تحية احترام، تحية إجلال لهم على ما بذلوه من مجهودات باش يوقفوا معنا، وكانت وقفة مميزة، وقفة تاريخية، وقفة شرفية بامتياز، جاءت في واحد الوقت اللي رانا محتاجين باش أفراد الجالية تتحد فيما بينها، وباش كذلك نعبروا على التضامن، لأنه في الأيام التي مرت كان واحد الصمت، هذا الصمت الذي خنقنا حقيقة. الآن بالتقائنا اليوم وكأنه هذاك الحس الوطني وهذاك الحماس الذي بدأناه رجع من جديد ورجع الأمل من جديد، وما تقدرش تصور أننا اليوم حسينا وكأننا في عرس، صدق أو لا تصدق، وكأننا في عيد أو في عرس، نسميه كما شئتم، عرس وطني أو تضامني. المهم كانت وقفة رائعة بكل المقاييس. ألف شكر وألف تحية لإخواننا اللي جاوا من فرنسا، دياسبورا ديال فرنسا، اللي لازم نقدر كل ما تسعى إليه. من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنا شخصيا نشكرهم بزاف لأنهم دخلوا أثلجوا صدورنا سبحان الله، وأحيوا فينا واحد الأمر افتقدناه مؤخرا في الحراك،
ذلك الحس الوطني القوي حقيقة. ما تقدرش تتصور كيفاش كانت كنا مستعدين باش نموتوا في هذه الدقيقة لأجل بلد اسمه الجزائر. من درجة الحس الوطني كيفاش ارتفع إلى القمة، والحمد لله إن شاء الله هذه الوقفة إن شاء الله تكون بداية لانطلاقة جديدة للحراك اللي حبوا يسيطروا عليها العصابة في الجزائر. لأنه إحنا يا الرسالة ديالنا اللي بغينا نجوزوا نقدموها اليوم من خلال هذه الوقفة، أنه إحنا يا رانا في أوروبا الحمد لله عايشين عيشة ميسرة ولله الحمد، ويتفق معايا في هذا الكلام أي واحد أننا حياتنا متيسرة. علاش؟ تبون قال نبعث شباب الحرقة اللي يروحوا الحرقة يشوفوا الميزيرية أسبوع أو أسبوعين ويرجعوا. بالنسبة لتبون لا، كان الميزيرية في أوروبا. قل له أعطي لهم التأشيرة للشعب الجزائري ولا يبقى لك واحد عايش في الجزائر، فيما ذلك الصفوة والنخبة ولاد الوزارة كامل عندهم الأوراق ديالهم بتاع الخارج، لي جينيرو كذلك نساهم يولدوا في المستشفيات في فرنسا. قل له أنا أتحداه، وأنا مواطنة بسيطة نتحداه يمد الفيزا يفتح التأشيرة ولا يبقى له واحد موجود في الجزائر. على كل حال هذا تبون معروف أن بتصريحاته لا مسؤولة، دائما الناس في واد وهو في واد آخر، هذا الشيء غير جديد عليه. في كل مرة يقول تصريحات ما عندها غير موجودة في الواقع تماما، ولكن يقول أنهم يشوفوا الميزيرية راهو غالط. في الميزيرية راهي في البلاد، في بلد البطاطا يوروها في النشرة، في البلد حيرة في شكارة حليب توفرها للشعب، في بلد يسماوه قوة ضاربة ما يقدرش يهيئ أرضية تاع ملعب باش يلعب فيه فريق توج بكأس إفريقيا. وما أدراك ما كأس إفريقيا، يا عجب يا ربي. ويزيدوا يقولوا لك بكل غرور أو وقاحة احنا يا قوة ضاربة، هما مضروبين في ريسانهم صح، وليست قوة ضاربة على الإطلاق. إذا كي قال الميزيرية راهي موجودة يتبون في بلد للمريض فيه في المستشفى يتمرمد، في بلد للمواطن المسكين يحير كيفاش يعمر قفل ولاده، في بلد لواحد كي مرتو حينما تكون حاملا يولي يفكر كي واش من المستشفى اللي يديها فيه حتى. طيب لا، وزير الفلاحة قال بالعكس انه الجزائر في الامن الغذائي تساوي الدول المتقدمة الدول الاوروبية، تصريح موثق. ليس هناك اي حسب الامم المتحدة حجته، ليس هناك اي معاناة مع الجوع في الجزائر، والجزائر في الامن الغذائي تضاهي الدول المتقدمة. كيفاش تضاهيها؟ ربما تضاهيها في القيمه، في قيمه الشيء. ربما على بالك حنا الجمبري في الجزائر يتباع يا اخي 300,000، واحيانا تلقاه ب 400,000، ما يعادل 15 اورو او 20 اورو، وحنايا هنا في بلجيكا في اوروبا نشروه ب 10 ب 12 اورو وربما في الثمن. خلينا نسمع ما قالوا بالمناسبه، بعدنا نسمع بالوثيقة الحقيقة بالوثيقة كما يستعمل هذا التعبير، تصريح وزير الفلاحة. معطيات برامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة مؤخرا الذي صنفت بلادنا في الخانة الزرقاء باعتباره البلد الإفريقي الوحيد وفي العالم العربي الوحيد وفي القارة الإفريقية الوحيد الذي يعد مستقرا غذائيا، وهو بذلك في نفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية، حيث تتناقص نسبة الجوع إلى حدها الأدنى بما يعادل 2.5%. سيدة أمينة والي، تسمعين وزير الفلاح وليست جاهزة، ربما فالح حمودي في الجزائر، ما رأيك عندما تسمع هذا التصريح من الوزير، وزير الفلاحة؟ أولا هذا الوزير يتكلم على منظمة، على تصريح لمنظمة تاع التغذية. هنا في الجزائر لما منظمة تتكلم حول تقول باللي هناك الجزائر في مأمن وفي مستوى لائق،
المسؤولين يتكلموا على هذا الاورغانيزاسيون، على هذه المنظمه بافتخار، لكن لما منظمه اخرى تتكلم وتقول بان هناك قمع في الجزائر وهناك حقره في الجزائر، ماذا يقع؟ يقول بان هناك تدخل خارجي. دونك هذا المفهوم اللي عند السلطه في الجزائر، معليش، لكن هذه المنظمه تكلمت وقالت باللي ان الجزائر في مستوى معين ونشوفه اون فاكونترولي على مستوى الميدان، لكن صحيح ان هناك ان هذا الامر صحيح ام لا؟ وانا نقول باللي ان هذا الامر غير صحيح. لماذا؟ لان الجزائريين اللي راهم في عايشين في الجزائر راهم يجوعوا، الجزائريين اللي راهم عايشين في الجزائر راهم ما يصيبوش الدواء في لي زوبيتو، الجزائر اللي عايشين في الجزائر ما راهمش يقدروا يداويوا في لي زوبيتو. البارح بالامس كانت احد المواطنات في مدينه مغنيه توفات هي والبيبي تاعها في مستشفى تلمسان. جراء ماذا؟ جراء ليس هناك طب في مستوى معقول وفي مستوى مطلوب. بالنسبه لكافه حاجيات المواطنين وحاجيات الاسر الجزائريه، هناك 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 تدني في القدره الشرائيه، تدني في كل شيء. الجزائري اليوم ب 7 ملايين او 8 ملايين سنتيم ما يقدرش يعيش عيشه كريمه في الجزائر. طيب خلينا نعود، استسمحك فالح حمودي، نعود الى السيده امينه والي. تفضلي، ربما استمعت معنا الى تصريح الوزير. على كل حال الوزير الكلام اللي قالوا كلام يريد به لفت الانتباه او كلام غير محسوب تماما، لانهم هذا دليل على انهم ما همش يحسوا بمعاناه المواطن الجزائري. لو كان جاوا حقيقة يحسوا بالمعاناة ديالو لا يقول مثل هذا الكلام. يقول يا ناس لازم نقوموا بتنمية، لازم نقوموا بتنمية فلاحية، لازم نتعاونوا كامل. أما يقول أن الجزائر المستوى تاع الأفراد ديالها ولا عيشة مليحة، هذا الكلام اللي راهو يقولوا. قولوا لو كان حنا جا عندنا، كان جا الجزائري عايش مليح ما تظهروش في النشرة تاع 8 البطاطا، إنتاج تاع البطاطا. قولي بالله عليك، قناة وحدة في العالم توري منتوج البطاطا في النشرة وكأنه شيء خارق للعادة، وكأنهم صاروخ بعتوه للفضاء يا أخي. ولا راني غلطة، قول لي راكي غلطة. البطاطا يوروها في النشرة وشكارة حليب يتكلموا عليها في اجتماعات مغلقة يا أخي، في اجتماعات مغلقة على شكارة حليب، كيفاش يقدروا يوفروا الإنتاج تاع الحليب في شهر رمضان؟ تصور يا أخي. واش تحب نقول لك؟ المواطن إن شاء الله الجزائري نتمنى أنه يصمم ويصر على التغيير الجذري إن شاء الله. هذا الشعب أنا نقولها ونعودها، حل ديال تاع الشعب ديالنا ما كانش، ما نهضروش دوكا في الأمور الاقتصادية والأمور، حنا خرجنا نطلبوا الحرية بغض النظر على الجانب الاقتصادي. حنا خرجنا للمطالبة بشيء أسمى بغاية سامية هي الحرية يا أخي. أنا ما تعطينيش ناكل وقادرني، ما تعطينيش ناكل واعطي لي قيمة قادرني كما يقولوا، ما جاتش في الماكلة. حنايا الحرية، وكذلك الأمم المتحدة قالت باللي الجزائر فيها حقوق الإنسان، فيها احترام حقوق الإنسان. كي نبداو نتكلموا على الأمم المتحدة، لذلك أنا اليوم قلت في واحد الكلام أنه حنا لا ننتظر شيئا لا من الأمم المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من منظمة حقوق الإنسان. نحن ننتظر بعد إرادة الله عز وجل، لأنه هو الذي أمره مفعول. ننتظر من الشعب الجزائري هذه إرادة الشعب اللي لازم ترجع من جديد. هذا الشعب لازم يوقف وهو اللي يضرب على روحه وهو يدافع على نفسه حتى يزيل هذه المافيا، وحتى يثبت وجوده، وحتى يثبت ذاته، وحتى يقوم ببناء دولة الحق والقانون. ما عدا ذلك ما كان حتى كلام واحد آخر. هما طبعا على المستوى الاقتصادي الأمور جيدة، على المستوى السياسي قال لك ماشي حراك، هذا تحرك، وفي الأول قال لك حراك مبارك. في المستوى
في اي مستوى، في قطاع في الصحه قال نحن احسن منظومه صحيه في افريقيا، حب من حب وكاره من كاره، من بعد هو يروح يداوي في المانيا، وكل الوزراء وكل جنرالات وكل مسؤول يروح يداوي في فرنسا. اذا هما الجزائر دايرينها الفردوس الاعلام، دايرينها جنه، وراهم دايرينها ما شاء الله. طيب. ولو كان جات الجزائر جنه الناس ما تهاجرش، هادو الشباب اللي راهم بكري كانوا شباب ظاهره، كانوا الناس عزاب يروح يغامر بنفسه مسكين. الان اصبحت الاسر يا اخي، الام والاب والابناء، تصور لو كان لقاو الخير في الجزائر يروحوا يغامروا بانفسهم. كاين حاجه اغلى من الروح اخي جمال، كاين حاجه عزيزه على الانسان اكثر من الروح ديالو. لو كان جات البلاد مليحه، لو كان جات البلاد فيها العيشه، احنا واش رانا نديروا هنايا في هذه الديار الهجره؟ واش رانا نديروا في ديار الغربه؟ قل له لازم يفهم شيء، هذه المغالطه في الكلام هذه كانت بكري، الان الشعب واعى ولله الحمد، ما يقدروش يكتبوا الان الله غالب، خاصه مع وجود هذه الشبكه تاع التواصل الاجتماعي، ما يقدروش الان، ما يقدروش التزييف ما يقدروش المغالطه. الان سقط القناع عن القناع، سقط القناع، ما كان حتى حاجه تتخبى او تخفى عن الشعب الجزائري. احنا راني انا كمواطنه جزائريه عارفه باللي نسبه الوعي اللي راهي عند الشعب الجزائري فاقت كل الظنون، ورانا نتسناو أنه إن شاء الله هذا الشعب ينطلق، وهذا الهدوء اللي راهو فيه إن شاء الله يكون هذاك الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقال، وإن شاء الله يعاود ينزل إلى الشارع إذا أراد حقيقة التغيير الحقيقي والتغيير الجذري، فيما ذلك تغيير الأوضاع الاقتصادية المزرية، تغيير الأوضاع الاجتماعية كذلك المزرية، وتغيير الأوضاع السياسية. إحنا يا جايبيننا برلمانيين لا حدث ولا حرج. طيب. ما عندنا سياسه في البلاد، ما عندنا اقتصاد في البلاد، ما عاد المحروقات حنايا نتحداهم عندهم حاجه يصدروها، وشويه تمر بين قوسين، التمر يشريه الجزائري ب 60,000 70,000 الكيلو. وريت لا تزيد سقسيهم الان زادوا حرقوا تيزي وزو بجايه، ربي وكيلهم، دوك ريت لا تعزيت توصل حتى ل 200,000 الناس راهي تشريها. طيب. اذا ما يقدرش يتكلم على الاقتصاد، لانه حنايا العالم هذا الامم المتحده اللي ما تعرفش حاجه، انا نقولها لها رغم انني مواطنه بسيطه جدا ولا افقه شيئا فيما يخص، انا راني نتكلم كمواطنه جزائريه. الجزائر ما عاد المحروقات ما عندها والو يا اخي، ما عاد مجال تاع المحروقات ما عندها ولا شيء، المغرب تصدر اكثر منا وتونس تصدر اكثر منا، هذه حقائق اذا ما يعرفهاش هذا الوزير تاع الفلاحه أنا نقولها له. كذلك فيما يخص المنتوجات الجزائرية تباع تقريبا بنفس الثمن اللي رحنا نشروه هنا في أوروبا، ولكن كاين فرق مهم جدا. في الجزائر يخلصوا 100-200 أورو، على كي يكون يخلص مليح يعطوا له 300 أورو. حنايا الخدام كي ما يديش، كي يكون عنده إعانة اجتماعية، معناتها ما يخدمش وما عندوش، ماشي منحة البطالة، إعانة اجتماعية، معناتها الإنسان حتى من حد البطالة ما عندوش، يعطوا له إعانة ما تقدر ب 1070 أورو، ما يعادل تقريبا 20 مليون جزائرية. إذا باش هو يجي يقول لك الجزائر الأمم المتحدة راهي تهضر، أنا نقول له أنت والأمم المتحدة راكم عايشين في ربما كوكب آخر. شكرا جزيلا لك. للأسف الوقت يداهمنا سيدة أمينة والي، كنت معنا من بروكسل الناشطة في الجالية الجزائرية هناك. قبل أن نعود للنقاش نتابع التقرير التالي. وجود رابط وثيق بين الأزمات المتعددة التي تواجهها السلطة في الجزائر في التسيير والتحكم في أدوات الملفات اليومية للمواطن، والتوجه الإعلامي لإبراز المؤامرات المستهدفة للجزائر، وترتيب الحوارات الصحفية للرئيس من أجل الرد على التصريحات والمناقشات التي تتخذ الجزائر موضوعا لها، وتسهم هذه المبادرات حسب المختصين في انتشار الشعور العام باليأس، وتصيب السلطة بالعزلة، وتؤجل التحديات الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية إلى المستقبل المجهول. كما يرى المتابعون أن نظرية المؤامرة
تنتشر في خطاب التبرير الصادر عن السلطة في الجزائر، فمن وزير الفلاحة الذي يعتبر أن نقص كمية البطاطا وارتفاع أسعارها في الأسواق يعكس مؤامرة أجنبية تستهدف الجزائر في استقرارها وأمنها، إلى مبادرات تلفزيون العمومي المتكررة لبث روبورتاجات تستحضر المتورطين في خيوط مؤامرة تهدف إلى نسف وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها، إذ تعرض الشاشات هذه الأيام في الجزائر شريطاً يشير إلى ذات المخططات الرامية لتهديد وحدة الجزائر وإلحاق الضرر باستقرارها. ولكن المواطن المتتبع لهذه الأشرطة يدرك أن الخطاب مستهلك، وأن الشعور بأنه سبق له وأن رأى وشاهد واستمع لهذه الحصص والخطابات ينتابه كلما أعلنت المصالح الأمنية على هذه العمليات. ويتأكد الجزائريون في كل مرة من عدم جدية السلطة في متابعة ملفات الفساد الحقيقية من خلال تصريحات المتابعين من رموز النظام السابق في محاكمات تبدو مستهلكة، بل وأتاحت للمتابعين الفرصة لتهديد الدولة بهز كيانها في حال أباحوا بما يملكونه من أسرار، مثل ما صرح سعيد بوتفليقة الرئيس الفعلي للجزائر لمدة أزيد من 10 سنوات حسب المتابعين في محاكمته الأخيرة بالدار البيضاء. واقع يزيد من الضغط على السلطة ويفرض عليها عزلة داخلية وخارجية تحت تسليط الأضواء على مخالفاتها الحقوقية من قبل مؤسسات شعبية عالمية، كما حدث اليوم وتناول البرلمان الفرنسي موضوع الجزائر بمشاركة نشطاء سياسيين وحقوقيين جزائريين. حميد للو، ما رأيك في قصة المؤامرة؟ لافت أنه مجلة فورم بوليسي الكاتب يتحدث عن هذا الموضوع، يقول أنه منذ 2019 رفض معظم الجزائريين المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء، ورفضوا منح النظام الشرعية ولعدم قدرته على فرض شخص مدني يكون واجهة للحكم من وراء الستار. وجد الجيش لعبة أخرى وهي تحميل قوى خارجية مسؤولية مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد. يعني قصة قديمة جديدة. خليني نعلق على الموضوع اللي كلمت معاه على وزارة الفلاحة والبطاطا، لأنه عنده علاقة مع هذا السؤال. الوزير يجي يعني بلا حشمة، بلا يكذب كذبة أن فيه تقرير، أنا أتحداه يجيب تقرير من عند هذا المنظمة الأممية للأغذية للغذاء FAO ويقولنا أنه فيه تقرير، لأنه أنا نعطيك دليل أخ جمال، امشي على موقع FAO من 10 جوان 2021، راح نقرأ لك العنوان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة تساعدان بوركينا فاسو والجزائر على تعزيز سلامة الأغذية. هذا لا هو هذا هو يشير إلى تقرير، في الحقيقة يشير إلى تقرير أنه ليس هناك مجاعة في الجزائر، على أساس أنه فيه حسب الألوان 2%، هذا هو كان تقرير available متوفر فيما يبدو، ولكن هذا لا يعني أنه الجزائر لديها كما زعم الوزير السلامة الغذائية والأمن الغذائي. نعم. بمستوى أوروبا وأمريكا، هذا هو النقاش. كما زعم رئيسهم أن الجزائر تصدر قيمة 25 مليار دولار من منتوجها الزراعي، يعني الناس تعرف أنه إحنا ما عندناش منتوج كافي للاستهلاك الداخلي، هو يقول أنه إحنا نصدر الآن 25 مليار دولار. يعني حتى في الأسعار والفلاحة يقول تبون كذلك أنه بالنسبة لغلاء الأسعار خاصة الأغذية أنه كذلك مؤامرة، كل في لوبيات هي التي وراء هذه، يعني نظرية المؤامرة دائما، إدارة البلد بالمؤامرة مثل ما يشير هذا المقال. على ماذا إدارة إذا كنت أنت دولة يعني ضاربة قوية، المؤامرات لا تعنيك، خلي الناس تتآمر عليك. لماذا البلدان الأخرى ما عندهاش مؤامرات كما هذه، ما تخلقش هذا قضية المؤامرات؟ هذا راجع لضعف النظام، هو يعرفه، هم يعرفوا ضعفهم، يلقوا أن بوكي ميسار، يعني المشكلة ما يشفينا احنا، مشكلة في المؤامرات، مشكلة في
في المعارضة في الخارج وتعاملها مع الأيادي الأجنبية وإلى آخره. وإذا ندت بشيء يقول لك أنت ما زلت صغير ما تعرفش أرواح الله يهديك وإلى آخره. الآن إذا رجعنا إلى المقال الأمريكي، خليني تاني نعطي توضيح للمشاهدين، لأنه زميلنا الضيف الآخر علق على أنه ربما هذه المجلات محسوبة لطرف أو طرف آخر في أمريكا. نعم، هي وكالة حضانة أفكار، هذه هي الفورن بوليسي، كارنيجي، سي اس اي اس، وكل هذه الوكالات، هذه وكالات حضانة أفكار، فيها مسؤولين سابقين، وزراء أو سفراء. هذا الكاتب نعم ربما هو إلا كاتب، لكن يكتب يلخص الأفكار التي كانت تكلم عنها كل هذا الوزراء أو التكنيسيان الإكسبرتس يعني اللي يتواجدوا في ذيك الوكالات ويفكرون ويخرجون بأفكار. وأكثر الأحيان يعني أكثر من 90% أي إدارة أمريكية تأخذ هذه الأفكار التي تخرج من هذه الوكالات، تأخذها وتطبقها بطريقة أو بأخرى. فإذا هذا المقال إذا خرج ما خرج بالصدفة، إذا خرج ما خرج أنه إلا يعني كلام، مجرد كلام، فكرة من عند كاتب، لا، هذا ناس راهي تفكر، ناس راهي تعمل حسابات، وحتى أنهم مرات يستضيفون زعماء الخارج، حتى الجزائريين، حتى وزراء آخر، حتى لعمار لما كان وزير خارجية سابق، مشي هذه المرة سابقا، كانوا جابوه هنا وتكلم هنا في واشنطن في واحد من هذه الوكالات، وتكلم عن قضية الصحراء وإلى آخره، لأنه كانوا فيه تحركات اللوبيات في ما يخص هذه القضية. إذا لما نرجع لهذا التقارير، تقارير محسوبة، عندها حساب وعندها الآخر، وأنا أظن أنه فيه تزامن مع الذي يجري في فرنسا، لأنه فرنسا وأمريكا طيب. حليفتان تتحالفان في المنطقة خاصة، وأن فرنسا تستعملها أمريكا لأنها عندها قدم على الميدان، و ولكن لم يكن في مؤخرا خلاف كبير يعني، واستدعاء السفير الفرنسي ورفض حتى حفلة في سفارة المعتادة بين الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها يعني، وكون حرب حتى تصعيد كلامية من المسؤولين الفرنسيين ضد أمريكا بعد صفقة الأوكاس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، وتبخر أحلام فرنسا، وصفقة كبيرة بمليارات الدولارات، عادي جدا صفقة الصفقة أخي جمال، الغواصات مع أستراليا. شوف هون البلدان أمريكا فرنسا أوروبا لا تستعمل كلمة الأخوة، تستعمل تحالف، الدول تتحالف، الدول تأتي مرات تأتي تتصاحب على قضية، ومرات أخرى تتنافس. هذا عادي أنه البلدان تتنافس لمصالحها، لأن المصلحة الوطنية القومية يعني تفرض ذلك. لكن الوقت يضغط علينا، استسمحك حميد. دول فرنسا، لأنه فرنسا وأمريكا كما نقول بالعربية رياليستيك، يعني واقعيين. واقعيين. اليوم أتنافس مع أمريكا في قضية أو ما، لأنه أمريكا أكبر مني وأقوى مني، وتأخذ الصفقة من أستراليا، وأنه أستراليين كالبريطانيين أنجلو ساكسون يعني متقاربين، لأنه لما تعطي الصفقة النووية تأتي كثير فيها، مش غير الصفقة النووية أنك تبيع السلاح، فيها أيضا أنه فيه تلتزم في التدريب، تلتزم في طيب. شراكة المعلومات ولا آخره. فهذا التقارب يعني عادي بين أستراليا طيب. وأمريكا. الوقت يضغط علينا وعندنا حليفة مرات ومرة تكون ضد، لكن لما تكون فيه مصلحة مشتركة كما هو الحال في شمال إفريقيا والساحل فلا تنافس بينهما. طيب الوقت يضغط علينا، يبقى معنا حميد للو من عناوين المشهد، عنوان مؤسف: الجيش الجزائري يعلن أمس مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم قرب الحدود المشتركة
مع المغرب كما جاء في بيان وزارة الدفاع الذي يتحدث عن اعتداء جبال أصفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين وإصابة العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد صفاري عبد الحق بجروح رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين. نتابع ما قاله التلفزيون الجزائري عن هذا الخبر. ربما الأخ المخرج الفيديو رقم 4. هذا وقد أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه مباشرة وعلى إثر هذا الاعتداء الجبان تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي. وإثر هذا المصاب يتقدم سيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص وأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الشهيد راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الزكية برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه متمنيا الشفاء العاجل للجريحين ومجددا حرص وعزم الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على أمن واستقرار بلادنا. إذن كان هذا التلفزيون الجزائري عن هذا الحادث المؤسف. فالح حمودي طبعا جدل كبير حول أيضا هذا الخبر من زاوية تدوينة أو تغريدة الرئاسة تغريدة تبون وطبعا الحديث عن هذا الهجوم الجبان الإرهابي على الحدود مع المغرب فيما بيان وزارة الدفاع يقول قرب الحدود المغربية طبعا مما أثار طبعا الكثير من التساؤلات في إطار هذا التصعيد بين الجزائر والمغرب. أولا نترحم على الفقيد ونطلب الشفاء للآخرين. أعتقد أن العمليات الإرهابية هي دائما كانت في الجزائر ما نقدرش نعرف المعلومة الحقيقية لعملية إرهابية ما دام ليس هناك ترانسبارونس ما كانش شفافية في ما يخص في الميدان لأننا بقينا في العمليات الإرهابية منذ التسعينات وما حبش تخلص إلى يومنا هذا. كذلك القضية مربوطة بالعلاقات الجزائرية المغربية الجزائر المغربية ونعرفوا مليح باللي العلاقات هي جد متوترة بين الجزائر والمغرب وهذا يطرح إشكال كبير. لكن احنا المطلوب احنا كحقوقيين وكمجتمع مدني حر المطلوب بأن هذه العمليات الإرهابية ما تكونش سبب أو وسيلة لقمع الحريات الفردية والجماعية في الجزائر وما تكونش وسيلة كذلك للغلق السياسي والمجتمعي أو أكثر غلق سياسي ومجتمعي في الجزائر. لكن هذه العمليات الإرهابية تكون هي سبب في القمع والحريات الفردية والجماعية وسبب كذلك في الغلق نظن باللي هي عمليات نقدر نقول غير مفهومة وغير ونطرح سؤال من وراء هذه العمليات الإرهابية. لماذا؟ لأن ما عدناش مصادر شفافة ومصادر اللي تقول باللي العمليات هذه كيف وقعت وما هي الناس اللي وراء هذه العمليات. وهذا نظن باللي كذلك صحيح انه هو خطر على الـ على الـ على الـ على البلد وعلى المجتمع وعلى الجيش في حد ذاته. لكن كذلك هو يطرح تساؤل كبير كيف جات هذه العمليات الإرهابية في هذا الوقت اللي العلاقات متوترة ما بين النظام في الجزائر والنظام في طيب ابقى معنا فالح حمودي لو سمحت نشرك معنا في النقاش الآن سادة نبيلة إسماعيل المحامية والقيادية في الأففاس. سادة نبيلة إسماعيل عنوان مثير لمجلة تعتبر مرجع في السياسة الخارجية الأمريكية فورن بوليسي الجزائر بحاجة إلى تحرير
ثاني هذه المرة من حكامها العجزة في حديث عن الحراك وأيضا عن حملة القمع للناشطين للصحفيين وللمحتجين كذلك. ألو. نعم نعم أستاذنا نبيلة. مساء الخير وأشكركم على الاستضافة ومساء الخير لكل المشاهدين والمتتبعين. في الحقيقة نبدأ بالترحم على روح الجندي هذا اللي مات في اعتداء هذا ولا في هذه الكارثة اللي صارت اليوم ثاني، وإن شاء الله ونتمنى الشفاء للمصابين الجنود المصابين. فيما يخص ما جاء في الجريدة الأمريكية والمقال الصحفي، صحيح أنه ما يحدث في الجزائر يقلق الجميع ويقلق حتى القوات العالمية، لأن التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط لن يخدم مصالح لا الدول الغربية ولا الدول الإفريقية ولا الدول المغربية. ولكن ما جاء في المقال هو تحليل لواقع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. منذ الاستقلال وأنا كمناضلة في حزب معارض، منذ الاستقلال وحنا نقولوا باللي الجزائر يحكمها لكلون بوجدة، يحكمها جماعة وجدة، جيش الحدود، دخلوا استولوا على الحكم. وثورة السلمية التي أحدثها الشباب هذا الوطن، الذي أحدثتها هذا الشباب الذي يريد ويتطلع إلى حياة أفضل، يريد أن يحكمه حكام يختارونهم وينتخبونهم بكل حرية ويتم تعيينهم من طرف الزمرة الحاكمة. أظن أن ما جاء في المقال يعكس نظرة أمريكا ونظرة كل الدول إلى الجزائر، لأنهم متأكدون. وأربطه وأنا نربطه مباشرة مع واش جاء في الكلام تاع ماكرون، واش جاء في الكلام في التحليل، باسكو ماكرون هضر على زاوية تاريخية اللي رانا ضد واش قال وما نشاطروش، ويعتبر إهانة للتاريخ الجزائري، ولكن وصف وهضر على منظومة الحكم وصف منظومة الحكم على أنها منظومة سياسية عسكرية سياسية. إذا ما جاء في مقال الجريدة الأمريكية هو نفس الشيء، سيكون شرام يقولوا الجزائر هذه واش راهي تسمى باش تتحرر من هذا الناس اللي راهم حاكمينها وما حبوش يسرحوا لها. التوتر والتخلف هذا، تكلموا على فترة الحكم تاع بوتفليقة وين قال باللي الجزائر لم تغتنم فرصة البحبوحة المالية لتزدهر، بل البحبوحة المالية اتيغزي افابريكي اون اوليغارشي اللي حكمت البلاد ووصلت لنا وين رانا. نحن نعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أضعفت الجزائر. الآن العالم وكل العالم نسوم ديفوني ولينا أضحوكة، الناس راهي تضحك على الطريقة التي تعالج بها المسألة السياسية في الجزائر. المسألة السياسية أصبحت تعالج بطريقة أمنية خطيرة جدا، لأن استعمال هاد المنظمات التي تم تصنيفها كمنظمات إرهابية باش تولي، أصبح الحديث الوحيد للسلطة هو الماك. رشيد ما مش يهدروا عليه غير الماك، منطقة القبائل، هذا كله لإطفاء شعلة الثورة السلمية التي بدأت في 22 فبراير 2019. دونك لا يمكن، ما من المستحيل أننا وأن الكل يروح في نفس الاتجاه اللي نستعملوا الماك باش نقمعوا الحريات باش نقتلوا العمل السياسي
باش نقطع العمل السياسي، باش نمنعوا المعارضة، باش نمنعوا العمل السياسي. حل حركة راج اللي راهي تخدم depuis plus de 28 ans، هذه سابقة خطيرة فيما يخص الممارسة الجمعوية وممارسة الشباب وممارسة المجتمع المدني، هذه سابقة خطيرة جدا. واستعمال القضاء، استعمال القمع، استعمال الشرطة، استعمال أجهزة القمع وأجهزة الأمن لزرع الأمن السياسي ولا أمن الاجتماعي بعد ما ثبت لا أمن الغذائي، وين رانا رايحين؟ إذا الاستعمال المفرط لهذه المسألة اللي هي مسألة أمنية يجب أن تتكفل بها أجهزة الأمن والجيش، لأن مهام الجيش الدستورية هو الحفاظ على الوطن، الحفاظ على التراب الوطني، على الحدود، وعلى سلامة الوطن وسلامة الشعب. ولا يمكن أن يصبح الحديث الوحيد هو المات. طيب على ذكر الماك استاذة نبيلة، لو تتابعين معنا ما كشفه قياديون في الارشيدي عن ما قدم في شهادة تلفزيون مخلوف هذا المتورط مع الماك، يكشف قيادي الارشيدي انه وربطه بالارشيدي واصراره على تكرار الارشيدي وفرحات مهني، يقول يكشف قيادي الارشيدي منه تم طرده من الارشيدي في 2007 بسبب تجواله السياسي، وانه في الحقيقه كان اخر نشاط سياسي له مع الار ان دي وترشح في الانتخابات المحليه في 2012. نتابع واش تبريزونط ابي سي ارشيدي تكزيرت فرحات مهني اون ايتي دي ميليتون دي ميم بارتي بوليتيك الى كيتي هو الى كيتي الارشيدي جي كوني دون لي كادر الارشيدي. سادة نبيل اسماعيل ماذا يقول هذا؟ أنه تضع أنه لم يتم إشارة لأنه كان مترشحا في الانتخابات في قائمة الارندي، هذا الذي قدم على أساس أنه مخلوف ويتحدث عن السيمينوف. الكل توصل إلى نتيجة واحدة، أنه ليخفضي ورايح يظل يفيغ بيي، يدفعوا له الثمن انه ما شاركش في الانتخابات المحليه، يدفعوا له الثمن انه الى غوشتي لا في دو غوت تاع النظام. دونك هذه لوندما تاع هاد البث التلفزيوني، كل الجزائريين خصوصا المتتبعين للشأن السياسي وللاحداث التي تتسارع، كلهم قالوا هذه باش يوسخوا ليرسيدي، يوسخوا منطقة القبائل. والحمد لله أنه التواصل الاجتماعي، أنه بعض المناظرين وبعض كل النشطاء نشروا قائمة ليرندي وقالوا باللي لو ديرني بوست تاعو ولا لو ديرني بوست بوليتيك كي لا اوكيبي سي مناظر تاع ليرندي، اللي تي دون لا ليست دو ليرندي. دونك ما يقدروش يمسوا ليرندي باسكو ليرندي تاعهم، ليرندي تاع النظام. ولكن كل أحزاب، كل صوت يعارض هذا النظام لازم يوسخوه، لازم يسكتوه، لازم يحطوا له حاجه اللي يديروا له كاشي كما يقولوا. والاخطر من هذا ان منطقه القبائل هي المستهدفه، منطقه القبائل هي المستهدفه، باسكو مدخموا هذه الحكايه تاع الماك دخموها. انا نقول ان مناضله سياسيه من منطقه القبائل لا اشاطر جو ني بارتاجون ريان لو بروجي تاع الماك، ولكن استعمال الماك لقتل العمل السياسي، استعمال الماك لقتل منطقة القبائل، استعمال الماك للدفع بالشعب إلى العنف، هذا لن نقبل به، لن نتنازل عن جزائريتنا، لن نتنازل عن تاريخنا، عن جذورنا، عن أصولنا كأمازيغ، لن نتنازل عن حقنا في تقرير المصير السياسي، لن نتنازل عن حقنا في بناء الجزائر. الشباب اللي داروا الثورة تاع 2019
باش شباب حبوا يقعدوا في الجزائر ويبنوا الجزائر. هذه الصحيفة هذا الأختيك اللي خرج في الصحيفة الأمريكية تقول باللي يجب التخلص من هذه الناس المسنين اللي راهم ينظروا إلى الجزائر بزاوية كهم أغلى الجناس اللي حبت تعيش حبت تستثمر حبت تزوج هنا تعيش هنا تستفاد. طيب. من بلادها هؤلاء الشباب وهذا الحراك تواخذ موت أستاذ نبيل إسماعيل. نعم. هذا الشباب وهذا الحراك يعني والماك لا تبدو مفارقة أنه في النهاية الماك موقفه واضح كان ضد الحراك فرحات من يسخر حتى من الحراك وتعرفين أنت بنت المنطقة وكان هناك حتى مناوشات وأنصار الماك الذين أرادوا استهداف حتى المسيرات السلمية للحراك في المنطقة وطردوا من مسيرات الحراك يعني. والله يا أخي والله لن أتكلم باسم منطقة القبائل لأن منطقة القبائل لها الشرف أنها كان أنها قلب الجزائر كما يوصفها عم الخضر الله يرحمه هي قلب الجزائر النابض ما كاش يعطينا درس في الوطنية لما تنخلق لأسباب معينة إذا سير بصح ما يديش معهم منطقة القبائل لأن منطقة القبائل هي مدرسة النضال من أجل الجزائر الديمقراطية. منطقة القبائل أنجبت من الشهداء وأبناء الجزائر الذين ماتوا من أجل تحرير الجزائر. بات فرحة مهني مات من أجل تحرير الجزائر وليس تحرير منطقة القبائل. ولكن الضغوطات والاحتقار والتهميش هو الذي دفع بهؤلاء الشباب إلى تبني الفكرة الانفصالية. طيب يعني ولكن ألا تبدو المفارقة في أن النظام يتحدث يحاول سيطرة العراق بالماك مع أن الماك موقفه واضح حتى من ضد الحراك وأنه فرحات مهني له عند إنشاء الماك له تصريح موثق يعترف أنه بعد إنشاء الماك في 2002 أنه التقى بالجنرال توفيق في وزارة الدفاع أنه طلب الجنرال توفيق والتصريح موثق وموجود يعني التقى الجنرال توفيق في وزارة الدفاع كان مديرا للمخابرات حينها. والله حتى نحن كنشطاء في الحراك تلقينا الكثير من السخرية منهم انتم اللي جبتوا لنا يمشوا هنا انتم مي تبقى افكار تاعهم يتبنوها يتحملوا المسؤوليه ولكن استعمال هذه الحركه لاركاع منطقه القبائل هذا هو الشيء المرفوض. استعمال هذه الحركه لتخويف كل شباب منطقه القبائل الذين لا يشاطرون ولا يتبنون فكره الماك هذا هو الخطر الحقيقي. الخطر هو ان تعمم فكره الماك على منطقه سميت بقلب الجزائر وأن تستعمل هناك إفراط في استعمال هذه المنظمة أو هذه الحركة هناك إفراط في استعمالها لإخماد الحراك لإخماد التفكير السياسي. طيب. على ذكر الحراك والوقت تضغط علينا وأنا أريد أن أستفيد منك كحقوقية رأيك في استمرار الاعتقالات التي تطال ناشطي الحراك حق قاسمي الالتماس 10 سنوات يعني بوتفليقة سعيد ولم يلتمس في حقه هذا علي درار أمس سنة سجن نافدة على ما أعتقد لديك معلومات على ما حدث لشرطي بجاية الذي التحق بالحراك وترك الشرطة وهو معتقل الآن واتهامات أيضا حتى بنفس الاتهامات الخطيرة. عرفنا فيما يخص الشرطي زهير أنه تم تحويله إلى القطب المتخصص في العاصمة إذن عنده قضية جنائية بس يحكموه أكثر من 5 أيام أون غارد أفو الحجر للنظر دونك حولوه إلى العاصمة. في الحقيقة مازال ما طلعناش على الملف تاعو بصح قالوا لنا باللي عنده قضية جنائية خاصة بأموال تلقاها والله أعلم. هذه كلام تداوله بعض المحامين ولكن لحد الآن ما نقدرش نجزم بمحتوى الملف لأننا ما شمت أسين. ولكن الوضع الحقوقي في الجزائر أصبح ناقوس يجب أن ندق ناقوس الخطر هذه الحركات لانتهاك
مست الحقوق، حتى فكرة حتى التفكير، حتى التفكير أصبح جريمة، حتى الفكرة أصبحت جناية. هناك انزلاق خطير في طريقة استعمال العدالة لقمع النشاط السياسي، هناك استعمال وتجاوز وإفراط في استعمال العدالة للقضاء على أي معارضة أو أي حركة سلمية سياسية. في الوقت الذي الشعب خرج لينادي باستقلالية القضاء، في الوقت الذي نادى بدولة القانون، في الوقت الذي أراد أن يبني دولة القانون، يستعمل هذه العدالة لغلق كل أبواب الحوار وكل أبواب الحل السياسي. الحل القمعي لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار في الجزائر، وعدم وجود استقرار داخلي سيضعفها فيما يخص الخارج، سيضعف مركز الجزائر في الخارج. إن الاستقرار كيفاش حبيت تجيب لي انت النهضة الاقتصادية؟ كل العالم راه يخطط ويبني لإعادة بناء الاقتصاد الذي أرهقه كوفيد، ونحن نحول كل نقاشنا عن القمع والسجن والانتهاكات وحقوق الإنسان والماك وفلان وفلتان. أما الجانب الاقتصادي حبوا يمسوا الأزمة الاقتصادية الأزمة الاجتماعية، ينسوها بوجود خطر في الجوار، وجود حركة إرهابية الداخل، وجود. والكل يعلم أن كل هذا الهدف منه هو القضاء على الحراك، والحراك فكرة والفكرة لا تموت. لا يجب أن يعتقدوا أن التوقف عن المسيرات يعني أن الحراك متوقف. الحراك يجب أن نصل إلى حوار شامل لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها. شكرا جزيلا لك أستاذة نبيلة إسماعيل المحامية، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. الوقت داهمنا، و أريد أن يأخذ رأيك باختصار أستاذ حميد للو لو سمحت. كانت تتحدث الأستاذة نبيلة عن مخاطر الجوار، تابعت بيان وزارة الدفاع عن هذا العمل الإرهابي الجبان واستشهاد جندي رحمة الله عليه وإصابة جنديين، الشفاء العاجل لهما. ما مخاطر طبعا هذا في إطار التصعيد مع المغرب؟ البيان يشير أنه قرب الحدود، مصادر إعلامية تتحدث أن الحادث وقع في ولاية تلمسان على بعد 10 كيلومترات من تقريبا من الحدود مع المغرب، بينما تدوينة تبون المنسوبة من كتبها يتحدث على الحدود مع المغرب والإرهابي الجبان وغيرها. ما مخاطر هذا في إطار التصعيد الذي تعيشه المنطقة بين الجزائر والمغرب؟ خلينا نوضح أمر، هل كان فيه إطلاق رصاص أو كان لغم؟ هذا تصريح خطير في حد ذاته، خطير جدا. أنا تتكلم عن إرهاب والمعنى هي إرهاب دولة جارة، يعني أنا لم أسمع ولم أقرأ تقرير لا من الجهة الجزائرية أو من طرف ثاني يقول عن إطلاق رصاص أو تبادل. هم قالوا لغم تقليدي، ولكن في البيان حرفيا قالوا هذا هجوم جبان وتدوين التبون كذلك. لغم يا أخي، لغم هذا ليس هذا اللغم. أنا عشت واشتغلت مدة 15 سنة في حدود إفريقية ومناطق عسكرية فيها ألغام، فالحدث يعني أكسيدنت كل يوم يشوفهم أكسيدنت. إذن من حد ذاته هذا لكن هذا ليس لغم، هذا لغم تقليدي ارتيزانال، يعني بأنه جماعات إرهابية هي التي وراءه يعني. أوكي، حتى طبعا في مهاجمة المغرب لو تذكر أنه في خطابات الرسمية أنه المغرب كان في التسعينات يدعم جماعات إرهابية، يعني هل هذا خبر عادي عرضي؟ كان هناك طبعا هجمات إرهابية تسجل في الجزائر، ولكن أن يتم الإشارة إلى على الحدود مع المغرب هو الذي يثير التأويلات. هو شوف،
أنا أستغرب من هذا النظام أنه يدعي أنه قوة ضاربة وعندهم إمكانيات وخبرة وكل هذا، فيقومون بتصريحات. عندك يا أخي أعطينا أدلة، أنا ما دبي نصدقك، أنا ما دبي نصدقك. كل مرة تجي مشكلة ولا تطيح عليك مصيبة تقول أيادي خارجية، وأنا لست هنا حتى أدافع عن المغرب أو أي طرف ثاني، أنا جزائري ويهمني هو استقرار الجزائر وحماية الجزائر. لكن لما تأتي بتصريحات كيف هذه وما عندكش أدلة أنه من قام بهذا اللغم، والألغام موجودة، الألغام على الحدود، ألغام كانت قامت بها الطرف الجزائري أو الطرف الإرهابي أو الصحراوي البوليساريو أو المغرب، هذه الحدود مشتركة. وهي في بعيد البوليساريو للأمانة، لكي نكون منصفين البوليساريو بعيد عن المكان، يعني هو لغم تقليدي، واضح الإشارة إلى أنه ليس لغما عاديا، لغم تقليدي معناها قامت به جماعة إرهابية. حتى المهربين المجرمين يستعملون الألغام، ما ننساوش أنه ذيك المنطقة منطقة عسكرية، وكانت فيه تقارير أنا من بعض السنوات قريت أنه فيه تقريبا تبادل تجاري غير قانوني وغير رسمي في الحدود يعادل 3.5 مليار دولار. أين هذا الحدود المغلوقة بين الجيشين؟ معناته أنه فيه تعامل بين الجيش المغربي والجزائر الحدود، وهذا كل الجزائريين يعرفوها. يعني كل السلع والمخدرات التي تعبر على هذا الآخر يعني لا يتكلمون عنها. الآن وقعت حادثة، ممكن جدا أن الحادثة هذه تكون لا علاقة لها مع السياسة، ربما هي قضية المهربين هربوا السلع وبعد ذلك فروا أو ما شابه ذلك، إلى أن يأتوا بتقرير يثبت أنه فيه حركة إرهابية وفيه، ولا أدافع عن الإرهابيين بالطبع، أنا ضد الإرهاب وضد أي تدخل أجنبي في الجزائر، لكن تسويق قضايا كما هذه، يموت جندي ربما بالصدفة ربما أكسيدنت حادثة، فيكبرون المسألة إلى أنها تكون مسألة سياسية. إذن قبل أن يعطوا أي دليل تقرير وتكون فيه شفافية، والله هذا النظام هذا ولو قالوا أن الشمس تجي في الشرق وتحبط في الغرب ما نصدقهمش، لأنه هم مبنيين على الكذب الكذب ثم الكذب، حتى لو لما يقول الحقيقة ترجع كذب. يعني هل إلى درجة أنه وصل الأمر إلى أنه مسألة عدم الثقة إلى هذا الأمر؟ يعني هذا هو المشكلة. المشكلة حتى أنه في التقرير اللي كان في هذا النقاش على المقال هو أنه ما فيش ثقة بين نظام شيخ كبير عاجز وشعب شاب يريد الحرية من جديد. طيب، ومن ابقى نشكرك جزيل الشكر، للأسف الوقت أدركنا، شكرا جزيلا لك حميد للو، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. ذكر الشباب من شباب الجزائر، من خير شباب الجزائر، محاد قاسمي، علي ديرار الذي يقضي الآن سنة في السجن، محاد قاسمي ما زال في السجن مرة 15 شهرا على وضعه في الحبس المؤقت، وتم التماس 10 سنوات كاملة. نسمع محاد قاسمي الذي كان واحد من أبرز وجوه الحراك في أدرار وفي الجنوب، ومن المدافعين عن خيرات الجزائر. مشكلتنا هو في الشق السياسي مع الجيش، ما دام الجيش راه يدير خطاب سياسي، وما دام الجيش يتكلم مع المواد الدستوريه، وما دام الجيش موجود طالع القرار، حنا عندنا مشكل معاه في هذا الشق السياسي. اما الحلول الدستوريه او غير دستوريه، رئيس متوافق عليه او رئيس من داخل الدستور، حنا عندنا مشكله مع الجيش في قضيه انه كيفاش تفرض عليا انه ندير انتخابات وفق اليات كانت قديمه وفاسده ونتاع تزوير، واشخاص كانوا متواجدين في التزوير وكانوا هما ام التزوير، وكيفاش كيفاش انت تثق فيهم، وكيفاش دير لي اليات نتاع مراقبه في فتره قصيره في هذه. عندنا مشكله، هذه هي المشكله اللي لازم نتكلموا فيها. ما لازمش الناس اللي بغات تشي تلقى يصالح، قال يصالح ماهوش محتاج اللي يشي ليه، لقى يصالح عنده مؤسسه عسكريه ماهيش محتاجتنا حنا. حنا محتاجين شعب واعي، حنا محتاجين شعب مثقف، حنا عندنا محتاجين شعب يكون قد المسؤوليه نتاعو باش يتحمل المسؤوليه وما يزيدش يضغط على الجيش، على الجيش اكثر ما يضغط. الجيش ماهوش محتاج شياطين، محتاج الجيش محتاج.
فالحمودي ما رايك؟ طبعا وحاله محاد وحالات كثيره لجزائريين محبين لبلدهم يريدون جزائر يعني بامكاناتها مثل ما يكتب هذا المقال، يعني عن بلد لديه كل الامكانات، موقع استراتيجي ولكن نخبه سياسيه وعسكريه حاكمه لم تسمح لهذا البلد باستثمار مصادر الثروة التي يمتلكها ولا موقعه المهم في شمال إفريقيا وعلى البحر المتوسط بأن يحقق تطلعات الشعب الجزائري. لقد حرم جنرالات الجيش والمخابرات والحكم العاجزة مثل بوتفليقة والجزائر لوقت طويل من التقدم، يكتب مقال فورم بوليسي الأمريكي. شوف كامل التصريحات وكامل الكتابات تصب في مكان يقوله الناشط محمد قاسم اللي راه في السجن، وهي دوله مدنيه ماشي عسكريه. دونك هذا العنوان الكبير نتاع دوله مدنيه ماشي عسكريه اللي جا بها الحراك تاع 22 فبراير 2019 هي اصبحت اليوم قضيه راي عام دولي، كانت قضيه راي عام وطني اصبحت اليوم قضيه عام راي دولي على مستوى الغرب وعلى مستوى كل على مستوى امريكا وعلى مستوى فرنسا بالتحديد. بالنسبه كذلك للنشطاء، نعرف مليح باللي محمد قاسمي واستسمح ربما الاخرين ما نذكرهمش، محمد قاسمي وعلي درار، علي درار انسان خلوق، انسان مسالم، انسان يتكلم كلام يطالب فيه الا الحريات الفرديه والجماعيه. وكذلك محمد قاسمي ما ننساش باللي كان من الاوائل اللي كانوا يدافعوا اللي كانوا ضد الغاز الصخري في الجزائر، وهو كذلك من الاوائل اللي كانوا يتكلموا ويطالبوا بدوله مدنيه ماشي عسكريه. اذا كل هذا الامر اللي هو اصبح هاجس عند 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 السلطه، واصبحت السلطه هي كما يقولوا تروح في اي مكان على اساس انها تقوم بالهاء الجزائريين لكي لا نصل الى دوله مدنيه ماشي عسكريه. لكن هيهات وهيهات، اقولها من هنا من تلمسان، أن الدولة المدنية سوف تتحقق في الجزائر سواء اليوم أو غدا. لماذا؟ لأنها مطلب حق ضد مطلب باطل. صحيح أن ما قالته المجلة الأمريكية، كل ما قالته المجلة الأمريكية هو قيل في الجزائر من طرف جزائري ومن طرف نشطاء جزائريين على مدار السنتين أو ثلاث سنوات الماضية. كل هذا مكتوب وكل هذا ما قيل من طرف كل المجتمع الجزائري، لكن يبقى ربما النتيجة أو النتائج سوف تتحقق رويدا رويدا. وبالنسبة للتضامن الدولي، للتضامن الدولي هو ليس حرام، التضامن الدولي يمكن أن يحرر الشعوب أينما كانت وأينما وجدت. شكرا. فيما يخص الحريات الفردية والجماعية وفيما يخص تجسيد الديمقراطية. شكرا لك فالح حمودي ناشط حقوقي وسياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من تلمسان. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.